وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي، شكل محافظ شبوه العميد عبد الله النسي غرفة عمليات لمتابعة عصارة شابالة المتوقع يضرب أجزاء من محافظة شبوه خلال الساعات القادمة. المحافظ اجتمع صباح اليوم بأعضاء لجنة غرفة العمليات لوضع التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة الإعصار في حال وصوله إلى مناطق المحافظة. الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يجب القيام بها من أجل الحد من آثار عاصفة شبالة، وقد تم طلب من قيادة المحور عن طريق المنطقة العسكرية والتحالف امدادنا بمروحيات الى مطار عتق في حال استخدامها. فشبوة التي تعد من ضمن المحافظات المهددة بوصول الإعصار الى سواحلها تمتاز بشريط ساحلي يبلغ طوله ما يقارب 300 كيلو متر، وهو ما يعني ان اجزاء من مديريتي ميفا وهرضوم اصبحت واقعة حدود الخطر. قد تم اتخاذ تجهيز على 10 اسعافات تكون جاهزة وارسالها الى اقرب نقطة من المناطق المستهدفة واللي سوف يلحقها الضرر، احتمال يلحق الضرر بها، وتجهيز عدد من المدارس لايواء اللاجئين، وايضا تم تكليف قائد اللواء مشاه بحري بالقيام بعمليات الاجلاء وعملية الدخول السريع. رغم حالة الاستنفار والإعلان عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في محافظة شبوة، إلا أن الكثير من أجهزة الأرصاد الجوي والدفاع المدني وخفر السواحل والعديد من الجهات ذات الصلة معطلة عن العمل من جراء حرب الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى الصعوبات الخدمية التي تواجهها شبوة هذه الأيام. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة.